ممتازة بين الحناشي وكشريدة، توزيعة والدفاع أسبق، دفاع هلال الشاب أسبق، كان محمد العلوي على ما يبدو أمام صدام بن عزيزة في الكرة الأخيرة، ضربة مخالفة. ابو بكر الديارة ترجع من جديد من هيتم ضانة لسيدريك ابو جو من جديد هيتم ضانة برج المراقبة في دفاع ضانة مرة أخرى وديع الكرة الأخيرة في تشكيل فريقنا إلى الشباب تدخل كان ممتاز بمبدأ الأمان هيتم ضانة حط الكرة في